السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022. كما كتشوفوا الجو صافي، والفيديو ديال اليوم غنهضروا على واحد الظاهرة اللي هذه 60 عام ما جاتش لمقاطعة كيبيك، لا في مدينة مونريال ولا هنا في تروا ريفير. تيقولوا بأن الحرارة في الشهر الأواخر ديال شهر أفريل والبداية ديال شهر ماي تتكون منخفضة شوية وكتطلع الحرارة تدريجيا، ولكن هذا العام لاحظنا بأن من بعد ذوبان الثلوج طلعت الحرارة، وهذه تقريبا 10 أيام والجو صافي، لأنه معتادين هنا مرة كطيح الشتاء، دابا 10 أيام ما طاحت الشتاء والجو صافي. كما كتشوفوا السماء زرقاء، ما كاينش حس ولو سحابة وحدة، وهذا قال لك رقم قياسي. هذه 60 عام ما جاتش هاد الحالة هذه. وكما كتشوفوا بأن في الهند وفي باكستان وصلت الحرارة لواحد الدرجة قصوى، وكذلك هنا في ولاية تكساس في أمريكا وصلت 40 درجة في هذا الوقت الحالي. هذا هنا في كيبيك في مدينة مونريال، وهنا في تروا ريفير كيتحدثوا ان شاء الله نهار الجمعة والسبت غادا تكون 31 درجة، وهذا ناتج عن الاحتباس الحراري والتغير في المناخ ما شاء الله. ولكن ان شاء الله من بعد غادي يطيح الشتاء، قالوا بان السيمانة الاخرى غادي يطيح الشتاء. يعني هذه الظاهرة هذه راها في العالم كامل، حتى في فرنسا تحدثوا انهم قالوا بان عندهم الظاهرة هذه. كان هذا فيديو قصير ديال اليوم، نخليكم على خير، وكان فيديو غير للتواصل معكم ونعطيكم معلومة جديدة عن مقاطعة كيبيك والمناخ ديالها. إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.